دكتور وسيم عنده حق، لان ذكاء او دهاء السادات كان لافت للنظر، وكفايه انه قدر يرتب الوضع الداخلي ويسيطر على مفاصل الدوله بعد اطاحته بمراكز القوى فيما اسماه بثوره التصحيح في 15 مايو. عبقريه السادات امتدت للتخطيط الاستراتيجي للحرب بعد ما قدر يوحي للعالم كله انه مش ناوي يحارب اصلا، خصوصا بعد قراره المفاجئ بطرد الخبراء الروس، واللي ما زال يحتمل الكثير من التفسيرات المتناقضه دون الوصول الى تفسير نهائي.